السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أخوك عبد الرحمن خالدي، واليوم المقارنة من معرض عماد الدين للسيارات. أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة، ولا تنسون أخوان الكرام إضافة الحساب في سناب شات التويتر والإنستغرام. وزي ما تشوفون أخوان الكرام، اليوم التغطية أو المقارنة بين هيونداي أزير 2019 وكيا كادنز 2019 فئة ستاندر. السيارتين فئة ستاندر، السيارتين طبعا من الوكيل السعودي، طبعا موكل السعوديين هيونداي أزير، طبعا هذه أقل فئة زي ما تشوفون، وهذه كيا طبعا كيا كادنزا أقل فئة. سعر الأزيرة في حدود 93,000 ريال، والكيا كادنزا في حدود 84,000 ريال. طبعا الأسعار لا تشمل الضريبة ولا تشمل التسجيل. السيارتين طبعا من مصنع واحد اللي هو مصنع هيونداي، اللهم هنا بشعار لوجو هيونداي وهنا بشعار كيا، بحكم أن السيارتين من مصنع واحد. نتكلم عن أهم المواصفات وأهم المزايا، وطبعا قبل كل شيء عندكم تصويت فوق، لا أحد يصوت إلا بعد ما يشوف المقطع كامل عشان يحكم على السيارة المناسبة والأفضل. طبعا نبدأ بالهيونداي أزيرا اللي حصلت على تغيير جذري في الشكل في عام 2018. طبعا هذه فئة ستاندر، السيارتين من نفس الفئة، السيارتين سيدان ما بين حجم المتوسط والكبير. طبعا هذه أكبر سيارة تحتوي طبعا بهيونداي على علامة هيونداي. طبعا أكيد فوقها الجينيسيس الجي 80 والجي 90 كحجم، لكن احنا نتكلم عن لوجو هيونداي. وننتقل لكيا كادنزا. طبعا كيا كادنزا حصلت على تغيير جذري في موديل 2017. طبعا الهيونداي أزير والكيا كادنزا فيهم كثير من الأشياء المتشابهة، طبعا كقطع غيار خلت من الشكل، احنا نتكلم عن قطع غيار. طبعا في سيارات الكيا صراحة لأن ما عندهم شعار فاخر، ففي سيارات أكبر من اللي هي كي 900 الأكبر من كادنزا وكيا ستينجر، لكن ذوك ينافسون الفئة الجينيسيس. نتكلم الآن عن المحركات. صراحة المفروض بما أن السيارتين من نفس المصنع المفروض نشوف محركات متشابهة، لكن للأسف هيونداي أزيرا محركها مختلفة شوي. 3.0 في 6 3000 سي سي 257 حصان تقريبا، والجير أوتوماتيك 6 سرعات، ونظام الدفع فهو أمامي. الأزيرا محركة 3.3 3300 سي سي 6 سلندر 270 حصان، الجير أوتوماتيك 6 سرعات إلكترونيك، ونظام الدفع اكيد امامي. الجيرين نفسهم 6 سرعات اوبترونيك، واعتقد ان الجيرين نفسهم بالضبط ونفس كل شيء. طبعا اشكال المحركات متشابهه 100%. نبدا نتكلم الحين عن المواصفات الخارجيه بحكم السيارتين ستاندر. ليش احنا نقارن؟ صحيح في بعض المواصفات ناقصه في الكيا وبعض المواصفات ناقصه في الازيرا، لكن بحكم انهم اقل فئه فنقارنهم. يوم تروح للوكيل هيونداي تقول عطني اقل ازيرا، بيعطيك الفئه هذه. تروح كيا بيعطيك الفئه هذه كاقل فئه. الهيونداي أزيرا صراحة زي ما نشوف على الواجهة، طبعا الشبك كروم، وبرضه في عندنا الزيق من تحت الصدام برضه جاي كروم. إطارات اللي من تحت عندنا إشارات برضه جاية كروم. عندنا النار الـ LED زي ما تشوفون، النور العالي والواطي، طبعا عدسات وجاي هيلوجين. للأسف حساسات أمامية ما في، قصي أنوار أمامي ما في. ننتقل لكيا كادنزا ونشوف الشعار الزد اللي على السيارة، يعني كادنزا طالع حرف الزد مضبوط فيها. طبعا تتفوق الكادنزا ان النور الواطي الزنون والنور العالي هيلوجين. عندنا طبعا غسيل انوار اماميه، وعندنا كشاف ضباب تحت زي ما تشوفون امامي، فتتفوق برضو على الأزيرا بحكم انها انوار زنون وكشاف ضباب وغسيل انوار. الشبك برضو كروم، واللي من تحت الاطارات برضو جاي كروم، فمتعدلتين نوعا ما ككرومات. الان الجنوط عندنا أزيرا، طبعا جميع الفئات اللي تجي يا جنط طبعا ستاندر 18 او الفل كامل 19، وبالكادنزا عندهم ثلاث انواع من الجنط 17 18 19، حتى في اشكال 19. الان نروح للجوانب. طبعا عندنا اشارات بالمرايه هنا واشارات بالمرايه هنا، لكن لاحظ ان الاشارات اللي موجوده او المرايه بشكل عام فيها تطعيمات كروم موجوده على الأزيرا،
الكدنزة للأسف ما فيها تطعيمات كروم. الأزهر تتفوق على جميع الفئات ستاندر طبعا في الوكيل المحلي فقط، لأن في الدول الخليجية يجيبون بدون بانوراما، لكن عندنا هنا في السعودية كلها جاية بانوراما. في الأزهر الكيا كدنزة لا بدون بانوراما، في فئات أعلى منها تجي بانوراما. طيب عندنا زياك تحت كروم هنا وهنا متعدلات، مقابض أبواب مطعمة بالكروم، وبرضه هنا مقابض أبواب مطعمة بالكروم. وننتقل إلى الخلف، طبعا الإنارتين بالخلف كل السيارتين تحتوي على LED. الشكل هو الحين الاختلاف فقط في الشكل، لكن نفس الشيء. طبعا عندنا الكدنزة أربع حساسات خلفية، والأزيرة كذلك أربع حساسات خلفية، شكمانين نفس الشيء، فمتعادلات بالخلف. بالأول الأخير شكل جمالي هو اللي يرجع لك. سعة خزال وقود بالسيارتين نفس السعة، كلها 70 لتر. ننتقل لصرفية الوقود، وهذا شيء أساسي الحين متوجهين إلى السيارات الأفضل. هنا 3.3 و 270 حصان، وصل فيه 12.2 كيلو، نوع البنزين 91، تقييم السيارة سيء جدا بحكم أنها 6 سلندر وصرفيتها بتكون عالية شوي. نشوف الأزيرة، المفروض بما أن المحرك 3.0 يكون صرفية أفضل، لكن سبحان الله تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فكل البنزين يمشيك 11.9 كيلو، وسيارة سيء مع أن المحرك أصغر وأحسن أقل، وبرضه صرفية أعلى شوي. ننتقل الآن إلى الأزيرة ونصورها من الداخل. هذه فئة الستاندر زي ما قلنا، ما حنشوف كثير من المواصفات. طبعا مقاعدها جلد، خلينا نقول لكم الإنارة أفضل. المقاعد جلد، كرسي سائق كهربائي. هذه حاجة حلوة في الأزيرة أن جميع الفئات جاية جلد. هذا من الخلف، طبعا هنا في تخشيبة، أتوقع أنها واضحة، تذكرت لكم بالسابق. اللي حاب يشوف المراجعات السابقة بيشوف التخشيب بشكل واضح. عندنا هنا تكاية بالوسط، فيها حامل أكواب عدد 2، فتحات تكييف خلفية، منفذ طاقة ما في للأسف، أنوار سقف LED الأمامية والخلفية. طبعا صوركم مفاتيح قبل أن ننتقل إلى المواصفات الداخلية. طبعا هذا مفتاح الأزيرة، هذا مفتاح الأزيرة زي ما تشوفون، ريموت إغلاق فتح فتح الشنطة. طبعا يجي معاها زي ما تشوفون ريموتين، واحد أساسي واحد سبير. بسم الله. طفي فليشر. داخلية السيارة الزجاج كهربائي، المراية كهربائية طبعا بخاصية الطي الأوتوماتيكي، تحكم في مستوى الإنارة الخارجية، تحكم في مستوى الإنارة الداخلية، فتح تانك البنزين، فتح الشنطة، وجهاز التراكشن. نلاحظ على إطارات التكييف كرومات. طبعا هذا دركسون مكسوب الجلد، تحكم بالنظام الصوتي بلوتوث، أوامر صوتية، ومثبت السرعة، وتحكم بعداد الرحلات اللي يجي باللغة العربية زي ما تشوفوا. طبعا هذا هو عداد السيارة، طبعا لونها 260. عندنا هنا طبعا عداد البنزين، وهنا مقياس الحرارة. طبعا شاشة معلومات تقدر تربطها على أندرويد أوتو أو أبل كار بلاي موجود فيها، وأكيد فيها الكاميرا الخلفية زي ما تشوفون. وعندنا ساعة كلاسيكية من هيونداي، طبعا زي ما تشوفون بشكل كلاسيكي. نلاحظ هنا الـ FM ميديا فون، اتجاه القبلة. يعني صراحة أنا من جد يعني الكوري يحترمك كمسلم، يحترمك أنت، يحط لك قبلة، فشيء مميز. المكيف تحكم مفصل بين السائق والراكب، لأن سبت حتى كيف خلفية صورت لكم قبل شوي. طبعا عندنا هنا منفذ طاقة، منفذ USB، منفذ AUX، حامل تكواب 2، طفيت الدخان بكرامة. درايف مود ينقل وضعية السيارة، طبعا السيارة فيها ثلاث وضعيات اللي هي سبورت، كومفورت، وإيكو. كومفورت هي القيادة الناعمة. تحكم في الحساسات الخلفية، طفيها وشغلها. الجير أوتوماتيك من 6 سرعات توبترونيك، طبعا هذه هنا التوبترونيك موجود فيها. تكاية بالوسط بمنفذ طاقة، أنوار سقف LED، وبيت النظارة، مراية داخلية تعتيم، والشمسات أكيد بمراية مع إنارة، وسنتر لوك في باب الراكب.
وبالنسبة لمواصلات الأمن والسلامة، الكوريين صراحة فاشلين شوي باحترام سياراتهم كأزيرا وكدنزا، بحكم أنهم سيارات منافسات. طبعا السيارات الفاخرة أو السيارات اللي متعوب عليها، يعني زي تويوتا أفالون، زي الفورد تورس، زي الشوفرلي أمبالا، هم للأسف ما هم مركزين على موضوع الأمن والسلامة. عندهم سلبية في الإرباقات فقط، إرباق الساق والراكب، وهذه 5 حزمة أمان، وفرامل ABS، نظام ثبات الإلكتروني، وهذه طبعا حساس كفرات. فمسألة الإرباقات للأسف عندهم فاشلين فيها، ما في احترام للعميل من حيث الإرباقات. طبعا هذا درج السيارة. الآن ننتقل للكيا كادنزا. وقبل كل شيء نبي نصور لكم مفتاح الكادنزا، هي مسألة ذوقية وش تشوفه. طبعا نفس الأزير، نفس الخصائص، إغلاق فتح الشنطة، هذول هم جنب بعض. لكن الكادنزا يجي فيها مفتاح عادي، هذا حلو، سبيرين، يعني 3 سبيرات، عفوا سبيرين ومفتاح أساسي، هنا بس سبير واحد في الهيونداي. الآن ننتقل إلى الكادنزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معلومة مهمة، لو فتحنا أغطية المحركات، خلينا بعد شوي أفتح لكم عشان من جد ما في أي اختلاف على شكل السيارة. طبعا هذه الأزيرة نرجع لها بعد شوي، عفوا خلينا نفتح الكادنزا. طبعا حتى نفس المكان ونفس كل شيء، حتى نفس صوت الطقة. يعني من جد ما في أي اختلاف. هذه الكادنزا، لاحظوا على قولتهم أوجد الفرق، حتى شكل الماكينة نفسها ما في أي تغيير، ما في، مع أن هنا زيادة 300 cc. صور الشاشة هنا ونروح للأزيرة، ونفس ما قلت لكم ما في أي اختلاف نهائيا. حتى قاعدة المساعدات نفسها بالضبط، ما في أي اختلاف. عموما ننتقل إلى الكادنزا، نبدأ نتكلم عن مواصفاتها. طبعا هذه الكادنزا من الداخل، طبعا برضو كرسي السائق كهربائي، مخمل شاموا، كادنزا كم سعر هناك عندنا فواز؟ بسم الله. طبعا هذه التكاية بالخلف، والله نفسها، حتى التكاية نفسها، حتى ما في منفذ طاقة، في فتحة تكييف خلفية، أنوار السقف برضو LED. بسم الله. والآن ننتقل إلى المواصفات ونبدأ نتكلم عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، هذه الأزيرة. بسم الله، معليش على رجة الكاميرا. طيب نرد المرتبة. نبدأ نتكلم عن الجميلة الأزيرة، هذا تصميمها الداخلي. صراحة تصميمها من الأبواب أنا أشوفها أجمل من الأزيرة. هذه الكادنزا بتجميل تصميم أبوابها، أجمل تخشيبتها، أجمل الزجاج كهربائي، المرايا كهربائية، خاص الطي، تحكم في مستوى الإنارة الداخلية. لا أحد يقول لا خارجي ما في، خارجي أنها زنون فيكون أوتوماتيكي. عندكم فتحتين في البنزين، فتح الشنطة، وجهاز تراكشن، تخشيب الكرومات اللي على إطار المكيف هنا وهناك، سمسم، التحكم بالنظام الصوتي، الأوامر الصوتية موجودة، مثبت السرعة، تحكم أعداد الرحلات باللغة العربية إلى آخره، ودركسو مكسو بالجلد، وتتفوق على الأزيرة بالتبديل الشفتات خلف المقود، شاشة معلومات، ونفس الشكل، نفس كل شيء، نفس المعلومات. طبعا تصميم غير الشكل بس خارجي، لكن الشاشة هي نفسها. فيها كاميرا خلفية. طبعا تقدر ميزة الأزيرة وانت حاط دي، عفوا الكادنزا، انا يعني حتى الاسم ما تعرف الفرق بينهم، تضغط كاميرا وانت ماشي، شغل الكاميرا، ما عندك اي مشكلة. طيب نظام السيارة USB، نظام صوتي USB AUX، ولا بلوتوث. عندنا هنا منفذين طاقة، هذا درج السيارة أمامي. طبعا حامل أكواب 2، التكييف طبعا تحكم منفصل بين السائق والراكب،
نفس الفكرة، حتى يمكن نفس الكمبرسر، نفس كل شيء. الجير اوتوماتيك من 6 سرعات اوبترونيك، تقدر تسخن طريق الجير وزي ما قلنا خلف المقود. التكايه بالوسط، السنتر لوك نفسه، انوار السقف هذه هي، مراية داخلية عادية وليس التعتيم، مو بزي الازيرة. نور السقف الشماسة هنا جاية ال اي دي على عكس الازيرة تجي باللون باللون الاصفر. طبيعة النظارة نفسها هنا هناك. فهذه ابرز الاشياء اللي موجوده. بالنسبه لمواصلات امن السلامه نفس الازيره، فرامل الاي بي اس، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات الباقي للسائق والراكب، وهذا 5 احزمه امان للاسف. طبعا اخوان الكرام، سيارتين حلوات، سيارتين ممتازات، سيارتين جميلات، سيارتين شبابيات. بالاخير انت القرار قرارك. فرق 9000 اكيد الكادينزا ارخص. الازيره لكن تعطيك بانوراما، تعطيك جلد. كادينزا تعطيك صرفية وقود أفضل شوي، ما هي بزيادة، تعطيك مثلا تبدي شفتات خلف المقود، تعطيك أحسنة أفضل إذا كنت راعي سرعة تحب السرعة، هنا يعطيك حاجات أفضل. بالأول والأخير التصميم حق السيارة مسألة ذوقية. بالأول والأخير أنا حاطكم تصويت زي ما قلت لكم، فالسيارة تشوفها مناسبة صوت عليها، كمواصفات كسير أنت تختار السيارة اللي تناسبك. بالأول والأخير التصويت هذا بس مجرد يعني للجمهور عشان نستمتع ونشوف آراء الجمهور وننبسط إن في كثير من الأخوة مشاركين. طولت عليكم بالتغطية يا أخوة الكرام، إن شاء الله ما تكونوا مليتوا، والسلام عليكم.